ألف خير أطفال الحلوين في جميع أنحاء العالم. اليوم هو أول يوم من أيام عيد الأضحى. معكم معلمي نسرين حسين، معلمة روضة قوس قزح من عرابة. متذكرين في الحلقة السابقة إنه حكينا عن الحجاج وهن واقفين على جبل عرفات من صلاة الظهر لصلاة المغرب. واليوم بدنا نحكي عن الحجاج شو بيسووا أول أيام العيد، وبرضو بدنا نتطرق خلال الحلقة عن الحجاج، عن المسلمين شو بيسووا بعيد الأضحى. اليوم عشان هيك بدنا نتعلم عن عيد أضحى المبارك، عن تقديم الأضحية وعن استقبال الحجاج. بدنا نبلش في البداية نحكي عن الحجاج. أول يوم في العيد بيصلوا صلاة العيد إما بمنى أو في الكعبة الشريفة، وبعد ما يصلوا صلاة العيد بيقدموا الأضحية. الأضحية في إلها أهمية كثير كبيرة، لأنه العيد الأضحى تسمى نسبة للأضحية، لأنه إحنا نتقرب إلى الله، وإنه إحنا منضحي الأنعام اللي هي عبارة عن الخروف أو الماعز أو البقر أو الإبل اللي هو عبارة عن الجمل. هاي الأضحية ناس بتقدمها عادة للفقراء، وبينفع كمان إنه إحنا نقدمها لقرايبنا قسم منها علشان نتقرب برضو من قرايبنا اللي ربنا بيطالب دائما فينا إنه إحنا نكون قراب من قرايبنا، وإنه إحنا دائما نساعد المحتاجين. في اليوم الثالث من عيد الأضحى الحجاج بطوفوا طواف الوداع، مثل ما إحنا شايفين حبايبي بالصورة إنه الحجاج عم بودعوا الكعبة والمسجد الحرام، وعم بقولوا له إلى اللقاء، وأكيد بكونوا يتمنوا إنه يقدروا يرجعوا مرة ثانية. بعد ما ينهوا الحجاج طواف الوداع بيحضروا حالهن علشان يسافروا على المدينة المنورة. طبعا المدينة المنورة فيها المسجد النبوي الشريف، وإحنا المسلمين ربنا طلب مننا إنه نقدر نسافر لثلاث مساجد، اللي هن المسجد الحرام اللي حكينا عنه، وعندنا المسجد النبوي اللي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الثالث هو مسجد الأقصى الموجود في مدينة القدس. لأن هذول المساجد أجرهم كثير عظيم ويختلف عن باقي المساجد. طب إحنا حبايب الحلوين ليش منزور المسجد النبوي؟ إحنا منزور حبايب المسجد النبوي لأنه هو مثل ما حكينا مسجد كثير مقدس، وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما الحجاج يزوروا المدينة المنورة ببلشوا يستعدوا حتى يرجعوا على البلاد. أما إحنا المسلمين الموجودين هون بنستقبل العيد، أول إشي بفرحة وسرور، ومنكون نستنى نسمع تكبيرات العيد، لأنه تكبيرات العيد كثير مهمة لإلنا. شو رأيكم نسمع سوا تكبيرات العيد؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،
وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بعد ما نسمع تكبيرات العيد الناس بتروح علشان تصلي صلاة العيد، لأن صلاة العيد هي صلاة كثير مهمة عنا، زي ما صلاة العيد لعيد الفطر مهمة، برضو صلاة العيد لعيد الأضحى برضو كثير مهمة للمسلمين. بعد الناس ما تصلي صلاة العيد، الناس اللي بيكونوا يصلوا بيكونوا بعيدوا على بعضهن وبهنوا بعضهن بقدوم عيد الأضحى. مش بس الكبار بيشاركوا بصلاة العيد، برضو الأطفال الحلوين اللي زيكو بيقدروا يشاركوا بصلاة العيد. مين منكو بيشارك بصلاة العيد؟ بعد ما نصلي صلاة العيد جميع المسلمين، المسلمين بيقدموا الأضحية مثل ما انتو شايفين هون بالصورة، في هون أطفال مشاركين بتقديم الأضحية، لأنه مثل ما حكينا الأضحية كثير مهمة وعيد الأضحى تسمى عليها حتى يعطوا الفقراء والأقارب قسم منها. طبعا هذا العيد هو العيد الكبير زي ما حكينا، وفي له فرحة كثير مهمة، فإحنا هون شايفين قديش الأولاد فرحانين لابسين الأواعي مستعدين لإلها ومرافقين بعضهن حتى يعيدوا على الأقارب. هون شايفين في أولاد ماسكين بالونات قديش مبسوطين قديش سعيدين. العبارات اللي عادة نستعملها بعيد الأضحى: أضحى مبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركة، كل عام وإنتم بألف خير. عيد الأضحى طبعا عبارة عن 4 أيام، وبهذول 4 أيام التكبيرات بنسمعها لمدة 4 أيام بعد كل صلاة. المسلمين بكبروا هاي التكبيرات العيد، وطبعا خلال 4 أيام إحنا من نزور قرايبنا وقرايبنا بزورونا، وبتكون في ضيافة طبعا مميزة زي ما أنتوا هون شايفين قدامي. طبعا عبارة عن حلويات للعيد، كعك العيد ومجففات للعيد.
ومش بس هيك، احنا بنروح كثير رحلات بهذا خلال الاربع ايام، وفي اطفال حلوين منكم كثير بحبوا يركبوا على الحنطور. وبعد هيك احنا في كثير مسلمين اللي في الهن قرايب كانوا بالحج بدهن يبلشوا يستعدوا ويستقبلوا الحجاج، عشان هيك ببلشوا يحضروا الزينة لاستقبال الحجاج. مثل ما انتم هون شايفين وراي، في هون لافتة اللي لاستقبال الحجاج اللي بتقول أهلا وسهلا بحجاج بيت الله الحرام، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. وعادة بحطوا حول اللافتة سعف النخيل، طبعا هاي جزء من التحضيرات، وبنظفوا بيحافظوا انه البيت يكون نظيف زي ما العيد بكونوا منظفينه، برضو بحافظوا انه البيت يكون نظيف. عادة الحجاج بيصلوا اليوم الرابع للعيد او بعديه، واحنا مهم نستقبلهن، بس لازم ننتبه انه الحجاج عادة بكونوا تعبانين، فمش من اول يوم احنا بنروح نستقبلهن ونهنيهن بالحج. والحجاج بجيبولنا كثير هدايا مميزة مثل ما انتم شايفين بالصورة، في مسابح، في كعبة، مثل ما اخرى شايفين هون قدامي بجيبوا طواقي، بجيبوا عطر، بجيبوا كحل، مصاحف، ممكن يجيبوا للأولاد الحلوين ملابس خصوصي. رح أعرض لكم قسم من النماذج اللي ممكن الحجاج يجيبوها، مثل ملابس للأطفال، مثل قبعة أو مسبحة بعدة أحجام ممكن يكون. طبعا إحنا بنحب كثير هدايا الحجاج، بس الأهم إنه إحنا لما نروح عند الحجاج مهم نهنيهن بأداء ومناسك الحاج، ونقولهن تقبل الله الطاعات، ونشكرهن ونقولهن شكرا على الهدية الحلوة. ومهم برضو أنه نحتفظ بالهدية لأنه إلها قيمة كثير هامة. ومنصل لنهاية حلقتنا لليوم حبايبي الحلوين، بتأمل أنكم تكونوا استفدتوا كثير من الأربع حلقات اللي قدمناهن عن عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بألف خير.